الصحابيه واحد العلم ولا كنقول لكم المدير الفني ديال ميرازان ديال واش كتقولوا هذا العلم هذا نعطيكم واحد النكبه ومن بعد غادي تعرفوا هذا المعلم هذا اللي كيتعتبر المدير الفني لميرازان قناوة موسيقى العالم الصويرة وهذا المعلم كذلك هو اللي يمثل المغرب في كولومبيا بوغوتا فاش اعترفوا بقناوة كمورد مغربي في اليونسكو وهو رئيس جمعية يوما لموسيقى قناوة لأنه واحد الجملة وطنية وكرموا المعلمين في كل مدينة في كل جهة وهو رئيس ومقدم مجموعة تيور قناوة تحت الثقة ديالكم مجموعة تيور قناوة برئاسة المعلم علي كان
شكرا.